حياتي عم قول ويلكم باك، ويلكم باك لرغد، ويلكم باك لهدى الأسعد يلي هي جايبة وجبة دسمة من الأخبار الفنية واللي تعودنا عليها دوما بهيك الحرتقة والتفاصيل اللي كتير مهمة بموضوع الساحات الفنية. اهلا يا هدى، اشتقنا لك. يا صباح الخير، قديش حظي حلو لحتى بالحلقتين هذا الاسبوع. لا تغيري عن الاثنين والخميس، خلص ثبتنا. اهلا، سعد صباحكم، كيف كان؟ شو الاخبار؟ الحمد لله. انا اشتقت لك ورد. انا كمان هيك اشتقت للمناغشه على الهواء بالاخبار الفنيه. ورد خاص نيالي انا اساسا. والله معك. أنا ايه، وانا قاعده هيك اطراف بيتزا. لا احزري شو، لانه ورد من البدايات هو الداعم. ورد طبعا صار له زمان بالقناه، ووقت اللي بلشت هو كان عملي هيك ولا تعملي هيك، وما بنكر هذا الموضوع ابدا، ولهيك انا لهالدرجه شاطره. لا لاف يو، الله اكبر، لاف يو. بيت فستو. يسعد صباحكم عن صباح جديد الخير. والاخبار الفنيه هلا ما كثير او مو كل اسبوع رح تزبط معي مثل هذا الاسبوع، ولكن رح حاول. نحن حنحاول نبلش اول اسبوع اغاني جديده وكل شيء جديد بالوسط الفني، واخبار الخميس هو اخبار نهايه الاسبوع يلي هي اكيد فيها شيء من القضايا. بحب جابت لكم اليوم هيك كم مشكله على الساحه. بس اول اخباري لليوم هو عن الفنان السوري الراقي معتصم النهار. في شباب هيك مسيرتهم الفنيه كانت باينه من بداياتهم، ومعتصم النهار واحد منهم. الجديد انه معتصم هلا رح يعمل شيء جديد، انه هو حيغني. صار لهم فتره عم يقولوها. لا لا، حيغني بشاره مسلسل اكيد الماخوذ عن المسلسل التركي حب للايجار. طبعا معتصم النهار وثنائيته مع نور علي اعتقد حتلاقي هذا الصدى الجميل، خاصه انه فكره المسلسل الاساسي هي فكره جميله. ما بعرف اذا حضرت حضرانينه حب للايجار، هو عمر ودفنه. انا لاني حضرته تركي وحضرته انا حضران بالترجم او دبلج. حضران بهتار وبهلول. سمر ومهند، عشق ممنوع، كلنا حضرانين. سنوات سنوات الضياع. الله. وهونيك وقفت على التركي. ايوه وقفت. باي باي. انا نفسه، انا نفس الشيء. حتى اذا بتحبي العشق الممنوع مؤخرا لحضرته. لا لا يا ورد، من شغله سنه يعني. لا لا، هلا في اشياء كثير والاجمل على الساحه. هلا في ناس بتنتقد هذا النوع، ولكن فكره تعريب المسلسلات جميله وعم بتلاقي صدى كثير كبير. الجمهور عم بيحب، الجمهور عم يتعود على الحلقات الطويله وعم بيتابع كثير. حضرنا الفتره الماضيه وحب للايجار مانو الاول، بالعكس. ولكن معتصم النهار حيغني شاره هذا مسلسل. اوكي، كيف؟ شو الطريقه؟ خاصه انه ما حدا كثير قلال بيعرفوا انه معتصم هو صاحب صوت جميل. نشوف كيف رح تتوظف صح بهذا المسلسل، اذا حتكون خطوه جيده، اذا حتكون خطوه جميله الجمهور يحبها. ولكن كفكره جديده فهو شيء جميل. حلو. لنشوف اذا رح يكون بأدى مثل ما بيقولوا. كوني عم بحكي عن معتصم النهار وخبر الثاني عن شيرين، فما قدرت ما اجيب لكم شاره مسلسل 5:30. اطربينا، شو رايكم؟ يلا تفضل. خلصونا خلصونا، مش عم بدي اعلق، انا بدي اقول انه يلا، لانه في كثير اخبار. ايه، لانه حلوه جميله جدا الغنيه، وشيرين بدنا اياها ترجع مثل ما هيك وتخلصنا من قضاياها وتخلصنا من مشاكلها. من رجعت وتركت ورجعت وتركت. خلصونا خلص من الازمات اللي عم تمر فيها شيرين لحتى نرجع نشوفها مثل ما هي هيك. بس رح اقول لكم سر، بالرغم من كل القضايا وكل المشاكل وكل الوزن يلي وصلت له، تبقى شيرين منتظرة. صح. طبعا يعني في كثير جمهور بيفصلها عن كل القضايا، عن كل شيء صار معها الفترة الماضية. وأكبر دليل علي عم بحكي إنه في عندها حفلة ببيروت ب 17 شباط بمناسبة عيد الحب. هي الحفلة sold out. تماما. يعني يمكن ما لحقوا يقولوا حفلة شيرين انباعت. كان تماما، وهذا اقل شيء كنت عامله شيرين عبد الوهاب. رجعتها حلوه وجميله. عدا عن هيك رح احكي هذا الخبر، اغنيتها الجديده اسمها الذهب. نعم، يا ام الذهب. نعم، انا ام الذهب. في تحيز للموضوع. رجعت شيرين لازم تكون مثل الذهب، لازم تكون
تستحق هذا الحب الكبير يلي عم يتقدم لها. وقت المنقول نحن بحاجة لحدا مثل شيرين عبد الوهاب بالوسط الفني تقدم لنا أغاني جميلة مثل يا بتفكر يا بتحس وغيرها، فيمكن عارفانة إنه هذا مناجات جمهورها، لهيك قالت رجعتي بالذهب. أغنية نزلت منها تيزر كتير صغير جبت لكم يا أنا، ولكن حفلها يلي ببيروت هو المنتظر طبعا. لحد الآن ما في غير حفل شيرين بعيد الحب ببيروت تحديدا. وين الفنانين؟ يعني عم حاول، كنت مبارح هيك عم دور، أغلب الفنانين اللبنانيين حفلاتهم برا بيروت يعني برا لبنان. لنشوف هلأ لسه بهذا الشهر ببين أكثر تفاصيل وين حفلات عيد الحب، ساعتها نختص فيه جزء عند رغد وجزء باستوديو أكيد، وجزء بالفقرة الفنية نتقاسم الأخبار وحفلات عيد الحب. تعالوا ورجيكم هذا التيزر الصغير لأغنيتها الجديدة المنتظرة، وبس تنزل رح نسمعها سوا أكيد. هو ده؟ طب بس كده؟ بس كلمتين حلوين كأننا الذهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي. تماما، لنشوف هاي الأغنية لمين رح تكون، العالم وين رح تروحها، وين توظفها. بس الأجمل أنه هي كلمات تامر حسين وإلحان مدين، حتكون ترند وحتكون من أهم الأغاني يلي رح تنزل قريبا. خبر التالي هو يلي غير فكرة الزواج عند كتار، يعني صار عم يلمع لمعان مروان خوري من بعد الزواج، ما فيك تنكر هذا الموضوع ورد. صحيح والله، مستقر الاستقرار، طلق ناعم، يلا الحب. لا 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 لا، بيت شر يا عم ما دخلنا. الاستقرار واضح، وفي تعليق قاله مروان خوري من فتره بعد اللي اعلن زواجه بشكل واضح، قال انا شخص رومانسي، انا الاكثر بحاجه للاستقرار. وفعلا ورجانا هذا الاستقرار بهالعطاء الكبير يلي بلش يعطيه. الجديد المنتظر هو في ديو جميل هلأ مع بلقيس. حلو. إيه كمان مناسبة عيد الحب، خدي الغمرات. حتى الكلمة حلوة كتير يعني. لكي تشبه مروان خوري. أي والله. هو مختص بهذا النوع من الفن الرومانسي المطلق. أغنية من كلماته وألحانه، ديو غنائي مع بلقيس، حيكون قريبا كمان بمناسبة عيد الحب. في عنده حفلات كتير كبيرة هالفترة، في عنده أكيد يلي هلأ العالم كمان ناطرتها كله وهم لإليسا، كمان هذا التعاون مع مروان خوري عم بيلاقي صدى ونجاح كتير كبير. خدي الغمرات أغنية منتظرة أكيد، وبلقيس جميلة بالديو، يعني ما فينا ننكر أبداً إنه هي وقت اللي بتعمل ديو بتاخده لهذا الجانب يلي بيشبهها وبيشبه الستايل يلي هي بتعمله. فكيف إذا كان رومانسي، وكيف إذا كان بمناسبة عيد الحب، وكيف إذا كان مع مروان خوري. جديد يعني حيكون. هي نجحت باللهجة اللبنانية على فكرة، كثير حبيت شو عملت باللهجة. بلقيس بكل شيء غنته ما شاء الله عن جد تتقنه، وهي دائما بتقول أنا بتعذب لحتى وصل اللهجة مثل ما هي بالمكان اللي لازم تكون فيه، اللبناني المغربي بكل هاي التفاصيل هي شاطرة فيه. جبت لكم مروان خوري ومهلا على قلبي، وبرجع حتى أقول شو لسه معي أخبار. أما خبر التالي فهو كمان عن ديو، نزل منه البرومو وعمل هذا القلبة، سيف نبيل ودليدا خليل. أغنية أقاتل عليك باللهجة العراقية البيضة، يعني إذا بضل عم بدرب عليها من هلأ لبكرة ما رح تزبط معي. الأغنية عم تحكي عن قصة حب، أو الفيديو كليب، لأنه هاي الأغنية من ألحان وإخراج سيف نبيل. تمام؟ يعني فيديو كليب اللي حنشوفه هو من إخراج سيف نبيل مع دليدا خليل. الفكرة أنه وقت اللي بيكونوا اثنين مع بعضهم وبيتعبوا من قصة هالحب، بيصير في واحد بده يروح. تمام؟ فالتاني بيتمسك فيه وما بيخليه يروح، فبتضل هاي العلاقة توكسيك. هاي الشيء؟ كأنه يعني التصوير حكى عنه سيف نبيل أنه الفيديو كليب كثير كان صعب، لأنه ضمن غرفة واحدة واختص باللون الأبيض، لأنه دائماً اللون الأبيض بيعطي إحساس بالأمل، إحساس بالاستقرار، بغض النظر عن قديش ممكن تكون هاي العلاقة شائكة أو صعبة. تمام؟ فالأغنية شكلها جميلة، ووجود داليدا خليل مع سيف نبيل كمان هذا الديوب التمثيلي حيكون جميل ومنتظر. أغنية رومانسية بحتة مليون بالمية، كتير صعب هلأ خلال شهر شباط نلاقي أغنية هيك بعيدة عن الحب. ما نصح حس إذا لا شي فنان، إذا شي فنان هلا حب يعمل لك أغنية ما فيها رومانسية وما فيها هيك، يعني شباط وبرد وليل طويل وعيد الحب
والشتاء ايه وما في كهرباء وقصص فبنبق لهالقصص. هلا ما في كهرباء ما دخلها بكل الاحاديث، يعني انه هيك واحد بحب يتفكر بالخيال بالرومانسيه في شموع، بحب ايه شموع واضاءه. ف نحن بحاجه للحب وبحاجه للرومانسيه. جبت لكم ممكن لسيف نبيل وبلقيس نسمعه، بقول لكم اخر خبر معي لليوم. ديو جميل وعجد تخيلوا بلقيس مع مروان خوري، انا بانتظار هذا الديو واغنيه سيف نبيل كمان منتظره. اخر خبر معي لليوم هو عن الديفا والجميله هيفاء وهبه. يا سلام هيفاء وهبه 2024. ورد كثير بحب هيفاء وهبه، ما بدها تكبر، بحب ناسي عجرم ورد. كل حدا بصم، يعني مثلا سيف نبيل كنت جاي اعلق عليه انه برافو سيف، يعني الفنان العراقي اللي وصل للوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه وتجاوز الوطن العربي، فكل حدا ناجح وعمل بصمة لفترة طويلة واستمرت فبرافو. صحيح، هو الاستمرار أصعب من الوصول، ودائماً بنحكي بكل المجالات للصراحة. الجميلة هيفاء وهبة يبدو سنة 2024 سنة خلينا نقول نشاط، لأنه صار لها فترة غايبة عن الإعلام، غايبة عن الفيديو كليبات، تعطينا أغنية واحدة بالسنة، حتى الأفلام السنة طلعت. يعني تخيلوا أول 2024 حبت تعمل لقاء تلفزيوني، ما أجملها، حكت فيه كتير تفاصيل منتظرة من هيفاء وهبة. طبعاً وكان العنوان العريض بعد هذا اللقاء هو شو رأيها بقضيتها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري. هي القضية يلي ضجت من 4 سنوات من 2020 وهن الحديث السوشيال ميديا، ولكن إذا بتنتبهوا أو بترجعوا للتفاصيل هيفاء وهبة ما كان عندها تعليق واضح، علقت هلأ بكلمة تشبه هيفاء وهبة هذا الرقي والهدوء يلي فيها قالت أنا أثق بالقضاء المصري وما رح أوقف عند ناس سرقوني. ما انتهت القضية؟ القضية هي شبه منتهية، لأنه طلع أساساً حكم السجن لمحمد وزيري بداية كانت من سنوات، هلأ وصل لخمس سنوات وفي مبلغ مالي لازم يدفعه. ولكن إذا مننتبه بقضايا الفنانين دائماً في درجات للقضاء، يعني بتحس أنه ما انتهت القضية، يعني مع التنفيذ، مع وقف التنفيذ، مع الطعن، مع الاستئناف، فبتضل طويلة وبتاخد وقت كتير طويل. زياد برجي وإليسا يعني كمان 100%، ضلت سنة، أكثر من سنة ونص من على خلاف، ومرة انحكم لإليسا ومرة انحكم لزياد وقصص. صح 100%. طبعا هيفاء وهبه نزلت لنا وصلت لها هي الاغنيه اللي طلعت شوي من ستايل الاغاني السريعه يلي بلشت فيه مع اكرم حسني وكملت فيه، عندها فيلم جوري هلا عم تعمله اكيد حيكون منتظر قريبا، في كثير تفاصيل واغاني جديده عم تعملها هيفاء وهبه. نحن اكيد حنكون ورا كل اخبارها، في عندها جمهور مرعب ومحب كثير كبير لها بالوطن العربي. غنية مخيفة، رائعة رائعة جدا. حنختم طبعا حنختم على وصلت لها، وانا ان شاء الله اشوفكم يوم الاثنين باخبار جديدة. ناطرينك. اوكي شكرا هدى. شكرا كثير.